السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رحيم كيف حالك؟ مساكم خير طيبين، ان شاء الله معكم اخوكم عبد العزيز اطرباخ، ومعي اليوم بودي قاعد ساعة تحت تفكر. اليوم نلعب درافت ان شاء الله. جيبه دائما انا ما العب معك لو كنت ما شاء الله نسكت الناس عن نهاية تذكر مرة سكتناه والله جميل العيد هذه ها؟ طيب اصبر اصبر، يا هذه افضل تشكيلة على طول. هاي بلا واحد اثنين اسرع، اتوقع ناس اختاروا تشكيلة. نيمار رونالدو سواريز، ما في رونالدو، لوكاكو، والله ما لنا لوكاكو. ميسي ازرق، لا لا بيل انا قلنا يقولون تناوب. طيب نشبك مع الدفاع ان شاء الله يطلع لنا فرنسا. يلا يلا ان شاء الله هذا اللي يبينا نقلب بالهيبه. اوكي انيستا مالك الا انيستا صديقي كشتاب انيستا مالك الا لا اله الا الله يا اخوي زينوه شوي. طيب اوكي لا 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 ليه؟ اي صح 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 اسباني بيشبك معه بس ممكن يطلع لنا غيره. ميراندا توكل خلص مارتينيز نقول يا الله يا رب يا اخي وش فيك ما اعطيتنا اي واحد ازرق؟ اللي ربك الفش مالك الا الفش بيرن الفش الفش نبي شوف اثنين نبي رونالدو ونبي وسط ازرق كذا حلو جميل كروس ازرق هم اللي يطلع كروس ازرق يا رجال ما فرقت ما هم تخذيه عرفت ميسي يقولي غصب غصب تختاروني غصب تختاروني ناني ليه ناني؟ ليه 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 ما خرجت انا اساس بقى جرتني سويت يو حقت ورانا يو طيب اوكي يا رايس 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 صحي رايس اخ رايس زونزي خلاص بس حلت طبعا ما غمض الحين لك انت تبي براكتش ولا جوين انا ما لا براكتش وسط يسار براكتش براكتش شوف انت دائما اخترت انا راح اضيف كويس فما خليني اختار يلا اوكي تقدر تفتح عيونك ما في اي احد الحين طلع المدافع الاسباني يحل ها ايش قلت انت؟ انا ما قلت شيء قلت دانيلو بيزبط مع اثنين بسم الله والله بالدرافت خايس اقل لو طلعنا هنا مودريتش كروس اي لاعب ريال مدريد خميس كله يجي تلعب بيل كامل. اوكي خلينا نشوف التشكيلة ضدنا. اللهم يا رحمن سواريز رونالدو وكروس ليه ما اعطوني ازرق طيب؟ احنا ما نبي ثلاث نبي واحد بس يا عيال. اي والله واحد ما نبي رونالدو انما ما يحطه معي ما نبي رونالدو مش رونالدو اللي رونالدو 99 بعد 99 طيب اسمع رحيم اول مباراة وانا الاحمر وديبان ازرق his balance. It's a great understanding here. سجل. الله الله سجل لي. كسر لي. حلو حلو حلو. والله عليك. سلام سجل. كلكم انا هنا قاعد ابدا. خصمنا مانعين فيه. ايه بالله. ناكله ونرميه. ايه بالله. وحنرقم جول دحينا. يخسر عقب. يصير عقب والله يهوى سلكت معي امشي باسكت منها اسرع شيء دائما تصير يقول عندي انا شوي باسكت انا كرت يا زلابة واحده الله سجل ابداع يلا حركتك بس انا عشان الله عليك الله ما سجل يلا يا صاحبي تقدر الحين تترس ستارت ضبه يعني ما فرينا الوقت يعني ضيع وقتنا يا اخي انت تدري خساره الله قايل لك اللي يسجل هو اللي يدقر فهم اللي يسجل هو اللي يقدر اللي ما يسجل يصنع عرفت ما قلنا لك من اول طلع كابتن يلا اللي بعده تبدل وفاضي لك يا زيدان الله بدل اصبر تراك تسلي لا ما نمسي راح اخطوها فيك بسلام لا بخط والله طقطقنا عليها والله يا اخي
اسهل يا اخي. والله امسح بياتي. حرام عليك. حرام عليك. والله حرام عليك. 61 استحواذ. حرام عليك والله. يلا مالك كمل. طب ليش والله صامل؟ والله صامل والله صامل. اصمل واحد شفته يلعب. والله انا اصمل من السعودية. المانيا اوكي. لدرجة اني ما فهمتها نوت غلط. اخرت رونالدو حق 99 يلا. الله 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 الله. كابتن ما خلاص نطلي نساء يوتيوب وسقاطي اللهم يا رحمن ويطلع يا رب يا رحمن وخلاص افتح في دراف ثاني يمكن يطلع لك تشكيله قوم كذا رونالدو ميسي كلهم كذا ها بعده احنا خطيرين لا اذكر اخر مباراه كنا سكتوا على اخر في خمسه مسكت في such a skillful player ادري بكم خمسه نجيب هدف وما تطلع دقيقه انا شفته انا شفته انسحب لا تقول لي علق الحين نتورط بعدين شلون احط مرسل اليسار عشان ترى ما عندي سيم ويعطي داغاز كوستا نعم الحين المباراه الثانيه الاولى فزنا 5-0 وانسحب الديبان والله من ديبان اول اول يا اخي انت خرافي والله حرام قسما ما بديت هجمه اي بس انك سللت انت جيب لا تسوي زي كده ترى ذا من اوف وين جبت افتحان يقرأ جدك يا فندسكي يا كلب جيبها اوه شمسي يلا هي حقتنا 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 سجل انت سجل يا الله كذا نجيبها كذا تكفى طقه طق امه بس خليك والله انه داري انا عنه انه داري من ينطق فين ثاني ثاني بس اجلد مربع ثاني كذا خفيف لا 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 والله حرام والله حرام كاكو سلام يا بوش حلو حلو والله روقنا وهدينا اكلنا وش اللي جاب العيد؟ لا لا دادي لا تسوي مثلي يا اخوك لا بس في قدام ناس يطقون عليك فوز بيدنا انت حطيت انت حطيت اي حطيت ستار فوز بيدنا زين باقي 10 دقائق يعني 10 دقائق ترى بيجي فيها قرين تم راح بيجي فيها قرين خليه يستحي يستحي ينسحب يلا يلا هي 9 دقائق؟ اي كول خلاص قول ترى بسيطة بس اهم شيء خليك تذكر كارينو يا ملزم تذكر تثق من فوز خليك واثق خليك ايش؟ خليك ايش؟ خليك ايش؟ واثق الله اكبر الله اكبر العب 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 فوق 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 روح يقلع امك ناول الله اكبر الله اكبر هذه واضحة هذه واضحة هذه واضحة خلاص هلا بنا وش هو ذا؟ يا معوض خليك واضح خليك واضح خليك واضح يا ركاك ركاك وحش اقسم بالله انك وحش هذا من مهدي مهدي والله يلا يلا يمدي يمدي هدف ولا ما في امل وش هذه حركه سر ولا وش انا ثاني مهدي انا فهمت ادري اني نويت بضيع فقال هديت فهمت مروق والله نحمد ربنا يا رجال اسمع اسمع قبل اقول لك انا ما اضحك
والله إنا حبيبين والله. أصدق والله في جزء من المباراة هدينا فيه والله بغينا نلقى الكور وقرينا بس. يعني خلنا إحصائيات. شو الفرق يا حبيبي؟ حنا دقين خشمة دق. حنا اليمين ترى. مالك منتاج واحد طيمين فيزا. وسخ مرة عرفت؟ وسخ مرة خبيث. طلع نفسي اطلق واحد في الهياء. خلنا نشوف بيعطونا 5-0 يعني ممكن يعطونا عليها شيء. طيب بيعطنا وين برا يا كابتن؟ اكيد ما راح يعطوني شيء. اوه بيج فلير حلو والله 84 نص. اوه كشلي 20 ترى حلو مرة يعني استفاد من الدرافت على الاقل 20000. خلنا 15 طلعنا 20000. الى هنا وصلنا نهاية مقطع. اتمنى استمتعتم صراحة. انا مرة استمتعت في الدرافت هذا، مرة استمتعت فيه. يمكن اول درافت استمتع فيه في فيفا 17 صراحة مرة ممتع. ما علينا من النتائج، ما علينا من النتائج، بس ما علينا من متعة اللعبة. ايه انا بودي دائم نلعب عشان المتعة. صحيح صديق صديق صديق. راح تلقون تحت رابط قناة بودي، شوفوا قناة الزراعة. حياكم حياكم. كويسات يعني كويسات. لايكات اشتراكات كويسات. مية مية. لا تشوف لا تشوف كنت راح. أنتوا عارفين فاهمين خلاص. فاهمين شوف المقاطع الأخيرة يعني ولايك واشتراك وسلام عليكم. بس بس لا. انتهينا. الحمد لله أنا شفت قلت إحنا واثقين بدل ما تنتي أربعة أنت اثنين. شوف كم بجت هذه.